طبعا اليوم احنا قلنا نبي نبدا مع الدكتور عبد الرحمن الغامدي، يعطيه العافيه، تحيه قويه له، تفضل معنا. احنا نبي ندردش شويه بس شوي عن مراكز الاحياء. احنا زرناهم في اول ايامنا ما وصلنا. حياك الله دكتور. الله يحفظك. يعطيك العافيه، سعيدين بوقوفك معنا اليوم في هالسهره الرمضانيه. هذه ليس لها علاقه بالتقييم طبعا. ابدا، بس احنا نبي نعلم احنا يعني الشباب اللي عندنا والمشاهدين اللي جالسين يتابعونا عن مراكز احياء مكه وما تقوم فيه، والهدف اللي احنا جيناه علشان نشارك في هالبرنامج كل واحد وكل شخص وكل نجم ترك اهله، ترك بيته، ترك شغله علشان يجي يشارك في مكه تجمعنا. حبينا احنا نوصل رساله لجميع المشاهدين اللي يتابعونا اليوم من خلال هالسهره الرمضانيه علشان توصلهم رسالتنا. احنا جينا علشان ايش؟ ومراكز احياء مكه ايش تقدم؟ بارك الله فيك. جمعية مراكز أحياء مكة المكرمة رسالتها الأساسية التواصل الاجتماعي. جميل. يعني التواصل بين جميع أفراد المجتمع واستثمار طاقاتهم، وهذا لا يخفى عليكم عبادة عظيمة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. يميز جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة أنها في أفضل بلاد الله، في مكة المكرمة. جميل. وأراد الله جل وعلا أن يكرمنا أن نكون في شهر رمضان، فاجتمعنا معكم في هذا الشهر. جميل. جمعنا الله جل وعلا في مكة، مكة تجمعنا في هذا الشهر. جميل. لتوصلوا رسالة التواصل الاجتماعي وأهمية هذه الرسالة من خلال كثير مما تقدموه والمبادرات، ولأيضا نشر ثقافة وهي موجودة ولكن لتعزيزها بشكل أكبر. جميل. تعظيم البلد الحرام. جميل جدا. أنتم برضو قدمتوا خدمات كثيرة للمجتمع، منها للصغار والكبار والجمعيات اللي قاعد تقدمونها من خلال مراكز أحياء مكة. تكلم عن الأقسام اللي أنتم عندكم كقسم تقني وقسم المبدعين والمميزين اللي جالسين يعملون. الله يفتح عليك ويبارك فيك. جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة تتميز بأن لها قسمين، جناحين. الجناح الأول يهتم بمراكز. كم عندنا مركز؟ 21 مركز. والمبادرات التي تقدم هذه نماذج للبرامج التي تقدم في المراكز. الجناح الثاني مشاريع مثل مشروع تعظيم البلد الحرام تقني. مشروع تعظيم البلد الحرام يهتم بنشر ثقافة التعظيم. تقني يهتم بتدريب الشباب والشابات على التقنية الحديثة لنقل التواصل الاجتماعي بالتقنية الحديثة. مشروع ميثاق. جميل. الشراكة. جميل. علاقة بين التجار وبين الجمعية لنشر ثقافة التواصل الاجتماعي. جميل. وأيضا مشروع آخر، ذكرونا يا شباب، آمنون مكة بلا جريمة. وهو شراكة بين الشرطة وجمعية مراكز الأحياء برعاية إمارة منطقة مكة. جميل. لنشر الأمن في مكة المكرمة. الله يعطيك العافية، شكرا لك يا دكتور، ما قصرت معنا وشاكرين لك هاللقاء الجميل. احنا بس قلنا نسترجع بس الذاكرة. الله 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 الله. احنا جينا في البداية وقلنا بس نسترجع المعلومات معك. الله يفتح عليك. انا اود ان اذكر بشيء مهم جدا. جميل. كل ما تقومون به من جلستكم ومن مزحكم ومن قراءتكم كله تواصل اجتماعي. تواصل اجتماعي. تحية قوية يا دكتور. شكرا.